يقول: نعلم أن تارك الصلاة كافر، ولكن من هو الذي يعتبر تارك الصلاة متعمدا؟ إذا كان متعمدا فهو كافر على القول الصحيح. نعم. يقول: فهل الذي يصلي صلاة الجمعة فقط أو يصلي في شهر رمضان فقط؟ ما يكفي هذا، ما تكفي صلاة الجمعة عن الصلوات الخمس، بل لو ترك فرضا واحدا وصلى بقية الفروض الأربعة ما تقبل منه. نعم.